في أعماق الفضاء الشاسع يقع كوكب فليد. استطاع سكان هذا الكوكب المتقدم تقنياً التغلب على مصاعب الحياة للعيش في سلام ووئام مع الطبيعة. وفي اليوم الذي سيخلد احتفل كوكب فليد بزواج أميره الشاب دوق فليد من روبينا ورثة العرش لإمبراطورية فيغا الجبارة. لم تولي إمبراطورية فيغا أهمية كبيرة للأسرة المالكة في كوكب فليد، واغتنم محاربو الإمبراطورية بقيادة بلاكي الأكثر شراسة فرصة الانشغال بحفل الزفاف لنهب موارد الكوكب. ولكن الأمير دوق فليد هو الذي ظل واقفاً وحيداً في وجه الغزاة. لقد آن الأوان لإيقاظ حامي كوكب فليد الأسطوري من نومه العميق، وهو الآلي المدعو جرين دايزر. يا صاحب السمو، فيما تفكر؟ ليس لدينا خيار. لكن ثمة سبب لإخفاء جرين دايزر كل هذه السنين. إذا حان وقت إيقاظه، لا يمكن أن يمر غدر فيغا دون عقاب. جرين دايزر، انطلق. أين أنت يا سيدي الأمير؟ إنني في قلب الملاذ. بسرعة يا صاحب السمو، الحرب وشيكة. تباً، الصخور تسد طريقي. هل نسيت قبضتي جرين دايزر الأسطوريتين؟ لا مواجهة لهما ولا مقاومة لسطوتهما. اتضحت صحة الأسطورة. فلكوكب فليد أن يتعافى من دمار كهذا. حمدا لله، ها أنت ذا يا صاحب السمو. انظر ماذا فعلت قوات فيغا في كوكبنا. لا يا سيدي الأمير، ما زال النصر ممكنا. لن يوقظ الشاب الذي علمته بنفسي جرين دايزر دون جدوى أبدا. ماذا تنوي يا صاحب السمو؟ كوكب فليد يعتمد على حاميه. علينا ردع الغزاة والوصول بشعبنا إلى بر الأمان. مع كامل احترامي يا سيدي، أسرتك تعتمد عليك، فماريا ووالداك كانوا في انتظارك عند القصر للاحتفال بزفافكما. لا أستطيع تصور مدى حزنهم وأسى قلوبهم لغيابك. الأميرة أقوى مما تبدو عليه، ووالداي ربياني على الشجاعة، كما أن في وسع جميع من هم هناك الاعتماد على نخبة جنودنا. لكن إخوتنا المواطنين لن يحالفهم الحظ كثيرا. قلقك على شعبك يزيدك شرفا يا صاحب السمو. كان ليفخر أبواك بك. هيا، إن الوقت ليس في مصلحتنا. لتحمي كوكب فليد عليك امتصاص أشعته الضوئية. إنها هي ما سيعيد جرين دايزر إلى طاقته الكاملة. ممتاز، وكأنه ما زال جديدا. هذا الباب الذي حمى مدخل الملاذ فيما مضى. لن تكفي القبضتان هذه المرة، ولكن الرزت المزدوجة الأسطورية ستفي بالغرض. مضى وقت طويل منذ أن قام أحد بزيارة هذا المكان. رغم قوة جرين دايزر فإنه ليس منيعا. لتتجنب تلك الضربات من الآلي يا صاحب السمو. حسناً، لنرى ماذا تخطط آلات فيغا. هل فهمت الآن لماذا تخطط قوات فيغا لسرقة جرين دايزر؟ هناك الخندق القديم، استخدم لكمة دايزر لمسك ما تبقى من الجسر. كل ما عليك فعله هو تقليل المسافة من خلال القفز يا صاحب السمو.
ما هو قطيع الذئاب المسعورة الذين يهاجمون كوكبا مسالما؟ ولكن إلى ما؟ لست متأكدا يا سيدي الأمير، لم أتمكن من اعتراض سوى رسالة واحدة من كل اتصالات فيجا، وأقل ما يقال إنه أمر محير. إلى جميع الوحدات، القائد بلاكي يحدثكم بأمر من جلالة فيجا الكبير. دمروا هذا الكوكب، يجب أن يدركوا أن شعبنا هو الأقوى وأن جيوش فيجا لا تقر على كوكب فليد. الإذعان فورا، لكن متملقي الحرس الملكي لا يستحقون هذا الشرف. ناهيكم عن بيروقراطي مثل المفوض الأكبر. أعتمد عليكم جميعا، أروهم ما يمكنكم فعله. العالم هذا تحت رحمتكم، أقضوا على جميع أشكال المقاومة. إذا كانت قوات فيجا تتوقع أن نقاوم، فلن نخيب آمالهم يا معلمي. أنا معك يا صاحب السمو، لكن أرجو منك الحذر. يا سيدي الأمير، ممتلكات بارون فليد في خطر. سنحتاج إلى تلك الصواريخ للإجداد، علينا الدفاع عنه. لتتخلص من الآلات الشريرة يا صاحب السمو. انتبه يا سيدي الأمير، فهم قادمون. تشوش ترددات جيوش فيجا على معداتي. أوقفوا بحثكم في الحال، قاد أحد ساذج جرين دايزر إلينا. أعيدوا انتشاركم واحصلوا عليه. إنهم يهاجمون من الجو يا صاحب السمو، استخدم قوس الكتف المرتد. لكمة دايزر، قوس الكتف المرتد. ما زالت قوات فيجا تستمر في الهجوم، لابد انهم كانوا مخططين لكل هذا. الكتف المرتد، أسرع يا سيدي الأمير، أطلق الصواريخ. البارون، أيها النبيل، هل أنت هناك؟ الدوق؟ دوق فليد، أهذا أنت؟ نايدة، هل أصابك مكروه؟ أنا بخير يا دوق فليد، الفضل في ذلك لك ولجريندايزر، ولكنني أخشى أن الأوضاع قد تدهورت، فلا شيء سوى أحلك يوم في التاريخ يضطرنا إلى إيقاظ جريندايزر من سباته. تستطيعين أن تري بعينيك أن هذا اليوم قد حل. كان هذا الزواج مجرد مسرحية، حيلة. لا تهتم قوات فيجا بالسلام على الإطلاق، إنهم لا يسعون خلف شيء سوى مواردهم الثمينة. جميعهم خونة وجبناء. لا تتكلم بتلك الأقوال الفارغة يا دوق فليد، ابحث في أعماق قلبك. تحب روبينا شعبها بقدر ما نحب نحن شعب فليد. لم تكن على علم بأي شيء عن هذه المؤامرة، ولو كانت تعلم لما سمحت لوالدها أن يفعل شيئا مثل هذا قط. ما كان ينبغي أن أثق بهم، كان علي الرحيل معك نايتا. لا يزال هناك متسع من الوقت يا دوق فليد،
لقد جمعت كل من استطعت إنقاذهم. والدي معي وسيريوس، سنحافظ على كوكب فليد حياً إلى أبد الدهر. لا أستطيع أن أحمل نفسي على هجر هذا الكوكب، وأسرتي لا تزال في القصر. سيكون عليك إرشاد والديك وأخيك وشعبك وحدك يا نايدا. يمكنك الاعتماد علي يا صاحب السمو. استعد للانطلاق. وداعا يا دوق فليد، وداعا يا سيدي الأمير. وداعا يا نايدا. اعتني بهم، اعتني بما تبقى من فليد.